أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا، نتناول فيها فعاليات واحتفالات الذكرى 62 لانطلاق الثورة الإريترية. تنتظم احتفالات الشعب الإريتري في الوطن والمهجر بمناسبة الفاتح من سبتمبر ذكرى انطلاق الكفاح المسلح الإريتري، حيث يصادف هذا العام الذكرى 62 لانطلاق الشرارة الأولى للكفاح المسلح بقيادة مؤسس جيش التحرير الإريتري حامد إدريس عواتي. لكن الجديد في احتفالات وفعاليات هذا العام الاهتمام غير المسبوق للشباب في المهجر بإحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر، حيث تعتزم مجموعات شبابية في الغرب تنظيم فعاليات مختلفة احتفاء بالمناسبة. ففي لندن تحيي مجموعات مدنية هذا المساء ذكرى الفاتح في سبتمبر، بينما تشهد ألمانيا فعاليات كبرى ينظمها شباب من مختلف الدول المقيمين في الاتحاد الأوروبي في 9 من الشهر الجاري. إذن لماذا زاد اهتمام الشباب الإريتري في المهجر بالذكرى السنوية لانطلاق الثورة بينما يتجاهلها الثوار في الحكومة؟ وهل يوحد الفاتح من أيلول الشباب الإريتري من أجل التغيير كما وحد جيل الأباء من أجل التحرير؟ للمزيد حول هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو الأستاذ إسماعيل موسى، ومعنا من الدوحة الروائي هاشم محمود، ومعنا من لندن الأستاذ إبراهيم أبداير، ومن زيورخ الأستاذ أحمد عبد الله. فمرحبا بكم وبهم. أبدأ معك بشمهندس سعيد بوجودك معي في ذكرى الفاتح من سبتمبر. ربما استمعت للمداخلة، اهتمام الشباب باحتفالات الفاتح من سبتمبر هذا العام يبدو أنها يعني أكثر مما كان قبله. مرحبا بك أخي فؤاد، وأحييك وأحيي كل المشاهدين والشعب الإريتري بصفة عامة في كل أنحاء الأرض. الاحتفاء والاحتفال بذكرى الفاتح من سبتمبر هو احتفال بوجود إريتريا، بكينونة هذا الشعب وكينونة البلد الذي نسميه إريتريا. بعد مداولات وجدال كثير ونضال سلمي، قرر الإريتريون في هذا اليوم الفاتح من سبتمبر عام 1961 أن يكون هنالك مسار آخر للثورة. فالثورة الإريترية في بداياتها كانت سلمية، كانت محاولات عبر الوسائل السلمية من ضمنها الأمم المتحدة والدبلوماسية، ولكن لم تفلح هذه المحاولات وأدت إلى نتائج لم يكن الشعب الإريتري يريدها. وحتى الفدرالية التي قرنت بها إريتريا مع إثيوبيا لم تكون فدرالية بالمعنى الذي يحفظ سيادة واستقلال إريتريا، فبالتالي لجأ الإريتريون إلى الكفاح المسلح. نعم. ماذا يعني ولماذا هذا الاهتمام؟ الثورة الإريترية كغيرها من الثورات ربما تعثرت، ولم والمولود الذي نتج عن هذه الثورة لم يكن ما كان يطلبه الإريتريون. فديكتاتورية أتت بعد ثورة، ولا بد من تصحيح المسار. بعد 30 عاما أو أكثر من 30 عاما من استقلال إريتريا، نجدنا الآن نقوم بتصحيح المسار وبثورة أخرى ربما هي تختلف عن الثورة المسلحة التي قمنا فيها. ولهذا المسار الذي سلكته الدولة الإريترية أدى إلى أن إلى فقدان الأمل، إلى ضياع الحلم، وهذا الفقدان أدى إلى أن الناس كثيرين من الإريتريين ربما شككوا في الدولة اسمها إريتريا وفي وجودها وفي مدى صلاحية هذا البلد في الاستمرار. طيب. فبالتالي لابد من هذا الجيل الذي تراه هو جيل الدولة ولم يكن جيل الثورة، يعني نعم. أغلبهم لا يعرفون شيئا عن الثورة، لم يعاشروا الثورة وأغلبهم أيضا ولد بعد الثورة. فبالتالي كان لابد من القيام بتصحيح المسار، ولابد من القول أن هذه الثورة التي ضحى من أجلها شعبنا بمئات الآلاف من الشهداء، آلاف من القرى التي محيت من وجه الأرض حتى هذه اللحظة لا وجود لهذه القرى، مئات الآلاف من اللاجئين الذين لا زال بعضهم يعيش في معسكرات اللجوء، لابد من تصحيح هذا المسار. طيب. وهذا ما دفع كثيرين. طيب نعود لهذا ملف تصحيح المسار، وايضا عدم اهتمام الحكومه بالاحتفال الذي ربما تشهده الاطراف المعارضه للنظام، لكن بشيء من التفصيل ان سمحت لي بعد ان نرحب بالاستاذ هاشم. مرحبا بك استاذ هاشم. طيب هاشم، ربما هاشم محمود غير جاهز، نعود له بعد قليل. طيب إسماعيل،
هذا الاهتمام في المهجر بالاحتفال بذكرى سبت الفاتح من سبتمبر يقابل ربما يعني احتفال لكن بنوع خجول لا يرقى إلى مستوى احتفالات دولة كتلك التي ربما تشابه احتفال يوم الاستقلال ويوم فنقل وغيرها من يوم الشهداء، حتى ربما تشهد تنظيما واحتفاء أكبر من قبل النظام. برأيك لماذا هذا الاستحياء في الاحتفال بالفاتح من سبتمبر؟ بالطبع لابد من النظر إلى ماذا حدث بعد الاستقلال لترى ذلك، لأنه الشعب الإريتري مع نشوة النصر الكثيرون منهم كانوا ربما لم يدركوا أن هنالك دكتاتورية، وبالتالي المعارضة الإريترية أو المقاومة والشعب الإريتري في الخارج غالبا ما تجد في داخل الانقسامات لهذا السبب، منهم من انضم إلى صف المعارضة مؤخرا ومنهم من انضم من عارض هذا النظام من البداية، وأيضا أن النظام الإريتري يخلق هذه المشاكل وهذه الانقسامات داخل التجمعات حتى لا تكون هنالك قوة ربما تؤثر في مسار الأمور في داخل إريتريا. طيب. وهذا الانقسام جزء منه أو بعضه انقسام في النظرة للتغيير أو وسائل التغيير، وأيضا قد يكون هنالك بعض الانقسامات التي ربما تكون فكرية ترتقي لأن تكون فكرية بين المجموعات المختلفة مما يؤدي إلى عدم الانسجام وعدم العمل مع سويا. فهنالك طيب. انقسامات في 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 داخل في الجاليات الإريترية في المهجر، ولكن هذا الانقسام لم يكن ليكون كما هو لو أننا يعني تسامحنا وتعالفنا، فهذا غائب، الألفة غائبة بين المختلف المجموعات الإريترية، ولكن أيا يكن الأمور فأنه فكل مجموعة تقيم هذا الاحتفال بطريقتها وبما تراه مناسبا مع وضعها ومع بلدها الذي تعيش فيه، فمهما يكن فهنالك احتفالات واحتفاءات بسبتمبر وإحياء ذكرى سبتمبر، لأن مسار الدولة الإريترية مرتبط بثورة سبتمبر المجيدة التي كانت في عام 1961 في الفاتح من سبتمبر. وهنالك نقطة أخرى أيضا، لماذا هذا العدم يعني لا ترتقي هذا؟ طبعا أنت تدرك يعني أن الجاليات الإريترية قليلة في بعض الدول، ولا بد من جمع هذه الجاليات ودمجها، ويحتاج هذا إلى توجيه وإلى توجيه الدولة وإلى حماية ورعاية الدولة له، ولكن عدم وجود هذه الحماية وهذه الرعاية بل تناقض هذه المسار الحكومة الإريترية مع ما يريده الشعب الإريتري وإضعاف هذه الحكومة لإرادة الشعب الإريتري هو ما يؤدي إلى هذا التنظيم المفكك الذي نراه لإحياء للاحتفالات. ف نحن الآن حصل تراجع في كثير من الأشياء، حصل هنالك انقسامات، حصلت هنالك عدم توافق بين مختلف الجاليات، وهذا أدى إلى أن هذه الاحتفالات ربما أحيانا قد يطلق عليها البعض خجولة، ولكن مسار المقاومة لا يموت، مسار المقاومة والاحتفاء بهذا اليوم والإعزاز وإجلاله وإكرامه قائما مهما اختلفت الدول، مهما اختلفت الآراء، مهما اختلفت الأفكار، ربما يعني لا يوفق البعض للاحتفال به، ولكن هذا لا يعني أنه. طيب ماذا عن تجاهل النظام الاحتفالات سبتمبر؟ النظام الإريتري ليس تجاهلا كليا، ولكن ليس بالقدر الذي نريده. فلولا سبتمبر لم يكن ليكون هنالك إريتريا، وهذا يعني أنه يجب أن نحتفل بسبتمبر كما نحتفل باستقلال إريتريا. هل يرى النظام أنه احتفالات سبتمبر خصم من إنجازه، خصم عليه، خصم من يعني مدلوله هو محمول ما جاءت به هذا التنظيم، ما جاء به من حتى الاستقلال بشكل كامل أيضا؟ الحقيقة التاريخية هي أنه لولا ثورة سبتمبر لم يكن ليكون هنالك نظام طيب. إريتريا لولا ثورة سبتمبر لم يكن ليكون هنالك تنظيم اسمه جبهة شعبية ولا سياس ولا أي كل المجموعات التي نراها، لكن لأن هؤلاء خرجوا على الثورة قبل تأسيسهم لهذا التنظيم، هم يعني خرجوا على الثورة، خرجوا على ثورة الشعب الإريتري، خرجوا على جيش تحرير الإريتري الذي كان منظما بادعاءات كثيرة، فبالتالي ربما لا يرون أن هذا المسار هم من بدأوه، هم من كانوا فيه، ليسوا في البداية، فبالتالي لابد من محو أي تاريخ قبل تاريخ وجودهم وإيجاد تاريخ آخر، فلذلك نجدهم أنهم يعني يتجاوزون كل سابقة لهم.
طيب. والبداية عندهم يعني بعد ما تأسسوا أو انفصلوا، فهم كانوا حتى مع أنه النظام مثلا هو احتفى بمفجر الثورة الإريترية بحامد إدريس عواتي، ويعني وضع له تماثيل في عدة مدن، وساهم حتى في إصدار كتاب يخص عواتي. لكن إن سمحت لي أرحب معنا أيضا الأستاذ الروائي هاشم محمود. مرحبا بك أستاذ هاشم في حلقة اليوم. أستاذ هاشم، ربما اليوم كل من أو معظم من ولد في يوم الثورة الإريترية تجاوز عقده السادس، برأيك يعني ما هو هذا الزخم المدلول؟ يعني حتى الشباب تحتفل اليوم بذكرى 61، ذكرى سبتمبر، وهي ربما يعني حتى أباها لم تولد في ذلك التاريخ. أولاً يعني أرحب بك وعبرك أرحب بالضيوف الكرام والمتابعين على امتداد البث. صراحة الفاتح من سبتمبر وضع عليه دون عام ونيف، وتمسك الجماهير والشعب الإريتري في شتى بقاع العالم بهذه الذكرى وبعد فترة طويلة جدا، ربما الآبار لم يكونوا موجودين كما قلت، هذا دليل على أن هنالك الكل بدأ يتلمس لما قامت به أو لما لحركة تزوير التاريخ والتلاعب على الجغرافيا والتغييرات التي طرأت في فترة الدولة الوطنية. بمعنى الكل بدأ يبحث عن تاريخه وعن عواته وعن الثورة وعن التأسيس وعن عن عن الأصول. بمعنى نحن في مرحلة خطرة جدا. طيب هاشم محمود، لك إسهامات تخص الثورة الإريترية روائيا، يعني كيف تنظر لهذه الثورة أنت من منظور الكاتب؟ الثورة في حد ذاتها أني أرى الثورة التي زُلِّمت إعلاميا، والثورة التي أراد أبناؤها بعد التحرير لم يهتموا بها كثيرا. ثورة صراحة ثورة بدأت بطريقة منظمة وبطريقة رفع الظلم وللبحث عن الحقوق ولتأكيد ولمناطحة مين؟ لمناطحة الإمبراطور هيلة سلاسة، يعني هو الذي كان يعتبر قائد إفريقيا في ذلك الوقت. هذه الثورة بعد هذه التحديات وهذا النضال وهو الثورة الأولى في العالم التي أجبرت الأمم المتحدة على أن تناقش القضية الإريترية بعد فترة طويلة من النسيان وبعد فترة طويلة من التلاعب ومن التماهي مع هيلة سلاسة ومع رفاقه. هذه الثورة صراحة من وجهة نظري أرى أهملت كثيرا، ويجب أن تدون ويجب أن نهتم بها. نحن أبناء اليوم نجب في وجود من تبقى من الآباء من المؤسسين إن كان هنالك في غاية الحياة، ورحم الله من سبقنا منهم من رحل إلى الدار الآخرة، يجب أن توثق هذه الثورة. أرى أن هذه الثورة أهملت تماما. طيب يعني هاشم محمود، أنت كتبت أدال وفجر أيلول، احتفيت بالثورة الإريترية لكنك تنكرت للدولة الإريترية، يعني أليست هذه الدولة هي نتاج لتلك الثورة التي يحتفي بها اليوم كثير من الشباب الإريتريين، ويعني ينسون يعني أن المقصد النهائي لهذه الثورة ليس في حد ذاتها لكن الوصول إلى استقلال إريتريا والحفاظ على هويتها؟ أنا من وجهة نظر أنا لم أتنكر للدولة الإريترية، حتى إذا اعتبرنا أن هنالك الدولة موجودة، أنا أرى أن هنالك الدورة من وجهة نظر. نعم أنا كتبت عن فجر أيلول وكتبت عن الطريق إلى أدال وكتبت عن الثورة الإريترية بما أوتيت من معلومات، ولكن دعني أقول لك أن الدولة الإريترية اقتطفت من قبل فئة. لو كانت هذه الفئة هي من فجرت الكفاح المسلح لكان اليوم الوضع آخر، ولكنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذه العقبة الكؤوب الفاتح من سبتمبر التاريخ الجميل. يا ما اجتهدوا كثيرا في تزوير الحقائق، اجتهدوا كثيرا في التلاعب. الدولة من وجهة نظري أنا أراها أن الدولة لم تقم على العدالة، لم تقم على التنمية، لم تكن تلك الدولة التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون في مرحلة الكفاح المسلح. ولا أعتقد أي لاجئ إريتري كان في معسكرات اللاجئين أو كان في أي منفى من منافي دول المهجر في فترة الكفاح المسلح وكان يحلم بدولة، أعتقد أنه وجد دولة بعيدة كل البعد عما كان يحلم به. طيب على الأقل هناك من يرى بأن هذه الدولة حافظت على استقلال إريتريا وعلى حدودها الوطنية. اسمح لي هاشم محمود ابقى معي، وحي أحمد عبد الله معنا من زيورخ. مرحبا بك أستاذ أحمد.
أهم يعني تخطيطكم وتجهيزاتكم للاحتفال بثورة سبتمبر المجيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا للاستضافة ونحيي جميع مشاهدي قناة الحوار. أهلا بك سعيد بوجودك معي. نعم، نحن كلجنة في إحياء اللجنة العليا لإحياء الفاتح من سبتمبر، دي فكرة أتت من مجموعة من الشباب في وسائط الاجتماعية، فتمت مناقشتها وترتيبها ثم عرضت على الشباب في جميع الوسائط الموفرة عبر الشبكة العنكبوتية، ولغت ترحيب كبير ومساندة. يمكن فكرة لأول مرة تأتي أن يحتفل جميع الشعب الإريتري تحت راية واحدة في الاتحاد الأوروبي، فتم الاختيار دولة ألمانيا نسبة لوسط أوروبا وسهلة للتنقل لجميع الدول الأخرى. طيب أحمد، بقية أطراف يعني هذا التنظيم هل هو محصور على ألمانيا؟ الدول المشاركة فيه كمية المتوقعة للمشاركة في هذا الاحتفال؟ حقيقة يعني بداية الفكرة وكجات وضعنا رابط للتسجيل اللي هو جميع المجتمع الإريتري يحط له المشاركة في هذا اليوم، هذا اليوم الذي لا يختلف فيه جميع الإريتريين حتى اختلافا إيديولوجيا، لكن الفاتح من سبتمبر هي تجمع كل الشعب الإريتري بجميع إيديولوجيته وطوائفه وإثنياته. فإذا حتى المجموعة اللي أتت بالفكرة هي من كل الاتحاد الأوروبي، مثلا عندنا النرويج، بريطانيا، السويد، سويسرا، ألمانيا ومصر. فإذا كان الموقع الإلكتروني اللي وضعناه هو يتم تسجيل جميع الشباب وحصرهم للترتيبات في الاحتفال على أساس أنه تعرف كمية الأشخاص الذين يأتوا إليك في هذا الاحتفال. فإذا لقى الترحيب كبير. ما مدى الاستجابة التي وجدتها أحمد؟ ماذا؟ ما مدى الاستجابة التي وجدتها من الشباب؟ حقيقة يعني أول استجابة لقيناها يمكن هي فكرة أنه الشعب الإريتري كله يحتفل في دولة واحدة. نعم كل الدول تحتفل بقدر الإمكان على حسب الدول الموجودة فوقها، لكن فكرة أنه اجتمع الشعب الإريتري والشباب في دولة واحدة دي كان حاجة فريدة من نوعها، يمكن دي الحاجة اللي خلت الناس يكون عنده قبول للفكرة يعني. طيب تحديد. طيب واضح. ابقى معي أحمد عبد الله، عود للروائي هاشم محمود. هاشم، برأيك لماذا يهتم الشباب اليوم بثورة سبتمبر أكثر مما كان من قبل؟ إذا كان هناك من شيء اتفق عليه الإريتريون بعد تحرير كامل التراب الإريتري هي الفاتح من سبتمبر. نعم في فترة أربعينيات القرن الماضي كانت هناك قوة تدعو إلى الانفصال، وأخرى تدعو إلى تحرير كامل، تدعو إلى استقلال إريتريا، وأخرى كانت تدعو إلى الانضمام. لكن حينما صدمت بالواقع المرير ورأت أن هنالك ثورة تتقدم وثورة أخذت دورها، ما كان من الشعب الإريتري إلا أن يتفق ويتفق حول هذا القائد وحول هذا اليوم. نحن مختلفون في كثير من الأشياء ولكننا متفقون على الفاتح من سبتمبر هي الشرارة التي أو هي البداية التي وضعت الأسس الحقيقية للثورة الإريترية، والتي عبرها وصلنا إلى الدولة الوطنية. دولة إن كانت فاشلة أو ناجحة أو غير مهتمة أو دولة عنصرية أو دولة سمي ما شئت، ولكن نحن بالفاتح من سبتمبر وصلنا إلى 24 مايو، وكلاهما جمعة، من الجمعة الفاتح من سبتمبر إلى الجمعة 24 مايو. طيب ملاحظة جيدة. أبقى معي هاشم محمود إسماعيل، أليس من الظلم أن يعني نبخس الحكومة الإريترية أشياءها وأن نتهمها بتجاهل ثورة سبتمبر وهي من دخلت أسمرة ترفع علم راية الثورة الإريترية الراية الزرقاء وهي من احتفت بمفجر الثورة الإريترية؟ ليس من الظلم، لأنه هناك فرق كبير بين جيش الشعبي الذي دخل أسمرة فاتحا لإريتريا ولأسمرة، وفرق كبير بين حكومة تسلطت على. أليس هذا من ذاك نفس التنظيم؟ ليس بالضبط. ثورة إريتريا واستقلال إريتريا وتحرير إريتريا هو نتاج تراكمي للنضال الذي مر عليه أكثر من 50 عاما، من أربعينيات القرن الماضي حتى عام 1991. هو نضال تراكمي شارك فيه كل الشعب الإريتري بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم المختلفة، ولا يمكننا أن نحصر نضال شعب
وانتصار الشعب في مجموعة فئة قليلة لا تتجاوز 100 شخص. ليس هذا من ذاك، وإنما القيادة أو الحكومة ومسار الذي اختارته لدولة إريتريا لا يمثل ولا يتماشى ويتسق مع شعب إريتريا، مع ثورة شعب إريتريا، مع نضال شعب إريتريا، مع طموح وأحلام وآمال شعب إريتريا الذي ضحى من أجل أن يكون هنالك ليس بلد فقط، ولكن بلد يحكمه العدل وتحكمه المساواة ويحكمه احترام بعضنا البعض. لكن ما النتاج الذي نراه الآن هو تفريغ إريتريا من شبابها، تفريغ إريتريا من شعبها، حروب وراء حروب، وهذا ليس ما نريده. نحن نريد السلام، نحن نريد أن نتعايش مع جيراننا، نريد أن نكون أن تكون إريتريا هي مثال للتعايش بين أبناء شعبها وأيضا للتعايش مع جيرانها. من بداية 91 حتى هذا اليوم هنالك أكثر من 5 أو 6 دول خدنا معها حروب، يعني مع تكرار مع بعض الدول، إثيوبيا، جيبوتي، السودان، هذه الدول تجاورنا أرضا خدنا معها حروب. شباب إريتريا ذهبوا إلى دول بعيدة جدا عننا ليشاركوا في حروب ليست حروبنا. هذه ليست حكومة إريتريا، هذا ليست الثورة التي ناضلت من أجل أن تكون هنالك دولة إريترية تدعو إلى السلام. نحن دعاة سلام ودعونا إلى سلام ودعونا إلى أن يكون هنالك احترام لخيار الشعب الإريتري. طيب خيار الشعب الإريتري لم يحترم، والحكومة التي أتت لم تحترم حتى خيار المناضلين الذين كانوا يحملون سلاح ورفقاء الدرب. طيب الثورة الإريترية هي ثورة مسلحة كما ذكرت، بهذا المعنى ألا تعتبر الحكومة امتداد لهذه الثورة؟ بالسلاح حافظت على السيادة الوطنية، وبالسلاح حافظت على استقلال إريتريا من تلك الدول التي كادت أن تبتلع إريتريا وربما ابتلعتها في مرحلة من المراحل. سيادة إريتريا ليست حكرا على مجموعة معينة، سيادة إريتريا هي مسؤولية كل فرد إريتري ينتمي إلى هذا الوطن. فأنت تدعي أن سيادة إريتريا أنت من تحمي حامي الحمى كما يقولون يعني لسيادة إريتريا، هذا الدعاء لا يموت بأي صلة للحقيقة. الحقيقة هي أن سيادة إريتريا هي تخص كل شعب إريتريا، كل إنسان، كل فرد إريتري، من هم على قيد الحياة ومن توفوا، من سيأتون، أجيال قادمة وأجيال عدد، كلها تخص سيادة إريتريا. لا أحد يتعالى على أحد ليقول أن نحن حماة سيادة إريتريا، فسيادة إريتريا هي تخصنا نحن كما تخص كل فرد موجود في إريتريا، كما تخص كل فرد موجود في الحكم في إريتريا. فمسألة السيادة هذه مسألة أعتقد هي مجرد فقعة يحاولون أن يتعالوا بها على الشعب الإريتري. المناضلون الذين حملوا السلاح ورفقاء الدرب لهؤلاء هم الآن في السجون والمعتقلات. طيب. هم الآن في منهم من حتى يعني في الغربة والمهجر في مختلف دول العالم. طيب. فسيادة إريتريا ليست هي وضحت الفكرة. الأستاذ هاشم، برأيك هل نجحت أو نجح ذكرى سبتمبر في توحيد الشباب الإريتري على الأقل في المهجر؟ نعم، نجح سبتمبر، بعدد سبتمبر جمع الشعب الإريتري وجمع الشتات الإريتري ووحد الصفوف، أكد على أن هنالك شيء ما يتم طمسه. ولكن دعني هنالك أعود لك إلى نقطة مهمة إذا كان الوقت يسمح. لعلمك أن العالم الإريتري غصن الزيتون، الحكومة هذه الحكومة هي من عملت على محوه للمرة الأولى. المرة الأولى هي لسلاسي ومحاوم للوجود، والمرة الثانية حينما كان يحتفل به الشعب الإريتري في الداخل بالذات في مواكيد فترة الحرية، قامت هذه الحكومة بإخفاء هذا العالم حتى في رمزيته وأعطته اللون الأصفر، واللون الأصفر هنا يميل إلى الزبون، إلى الزبون يعني هو علميا يعني، وكأنه هنالك شيء. يعني أنا أقول لك هاي الحكومة أو حافظت على السيادة، أي سيادة حافظت عليها؟ معنى الآن اللاجئين الإريتريين وما أكثرهم، معسكرات اللاجئين التي كانت تجوب عليها بفرقها الفنية من أجل استقطاب الشباب أوقفت العودة. أليس هذا بفعل تدخلات دول الجوار والدول الغربية التي لم تكن راضية بالأساس عن استقلال إريتريا؟ أي دول ترضى استقلال إريتريا كما قلت لك جاء بمهر دماء الشباب غصبا عن الأمم المتحدة وعن هذه الدول، اعترفت بإرادة الشعب الإريتري. ولكن هنالك من داخل أبناء الشعب الإريتري من عمل على قتل الفرقة. الفترة الأولى من الاستقلال والناس منهمكة، غيبوا العلماء، غيبوا الأئمة، حتى القساوسة تم تغييب الوعي الإريتري. هذه الحكومة لا تريد شعب واعي، تريد أن تقود من يقول معه نعم.
على وزن مجموعه كيف كان كيف كان يختار هيبه سلاسه الكمندس بنفس هذه الطريقه هذه تختار. واضح وضحت الفكره الاستاذ الروايه هاشم محمود، شكرا لوجودك معي اعزائي المشاهدين. فاصل اعود لكم بعده فانتظرونا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا، نتناول فيه فعاليات واحتفالات الذكرى 62 لانطلاق الثورة الإريترية. فمرحبا بكم، ومعي هنا في الاستوديو الأستاذ إسماعيل موسى، ومعنا عبر السكايب الروائي هاشم محمود والأستاذ إبراهيم أبداير من لندن، ومعنا من زيورخ أحمد عبد الله أيضا، فمرحبا بكم وبهم. إسماعيل، شهد هذا العام بشكل ملحوظ انتشار علم ما يسمى علم الثورة، يعني هناك طريقة مختلفة لتسمية العلم الأزرق، هناك من يسميه علم الثورة، هناك من يسميه علم جبهة التحرير، هناك من يسميه علم دولة إريتريا ما قبل 52. يعني هذا الانتشار الرهيب لعلم الثورة الإريترية، كيف تقرأ مدلولاته؟ بالطبع بعد أن استقلت إريتريا هذا كان العلم الإريتري، وبعدها الحكومة الإريترية غيرت العلم، بما أنه هذه ليست حكومة، لا هي حكومة مؤقتة كانت ما زالت مؤقتة، لكن حتى الحكومة المؤقتة في حد ذاتها تفتتت، يعني فبقيت مجموعة مؤقتة أكثر من حكومة مؤقتة، فغيروا وبما أنهم في الحكم غيروا العلم، وبما أنهم في الحكم الذي حدث أنهم يعني المعرفة بالعلم أو العلم الذي يستخدم خاصة في المنابر المختلفة هو صار العلم الذي أتوا به، لكن هذه المفاصلة الأخيرة التي حصلت والشعب الإريتري بعد في العامين الفائتين يعني وهذه الحرب التي دخلت فيها الحكومة الإريترية حصلت هنالك مفاصلة، وهذه المفاصلة يعني من معالمها تحديد يعني أو إصلاح المسار، وإصلاح المسار يتطلب إنه أنك أنت ترجع. العالم الإريتري الأول هو العالم الذي أقره البرلمان الإريتري المنتخب، وكل شيء يعني آتت به هذه الحكومة لم يقره الشعب ولم يتفق عليه الشعب. طيب لماذا الآن، لماذا في هذه اللحظة يحتفى بهذا العلم ونشهد هذا الانتشار برمزية العلم، يعني من لبس وإشادة ورفع لهذا العلم بشكل غير مسبوق؟ وسيلة من وسائل الوحدة، وسيلة من الوسائل المتفق عليها. الآن نحن نبحث عن المشتركات، ومن المشتركات هذا العلم، يعني هذا العلم كان علم إريتريا في الفترة الفدرالية، علم الثورة الإريترية، وعلم الدولة الإريترية في بداياتها حتى في السنين الأولى. فبالتالي لا يمكنك أن تقول لماذا نحن الآن نبحث عن مشتركات. هذه الحكومة لا تنتمي إلى إريتريا، هذه الحكومة لا تنتمي إلى الشعب الإريتري، هذه الحكومة لا تمثل الشعب الإريتري، كل ما فرضته واحدة من الأشياء التي فرضتها هو العلم. طيب. وبالتالي كل ما فرضته ينبذ ويترك ونرجع إلى المتفق عليه. واضح. طيب كان يعني بالمناسبة كل مظاهرات المعارضة الإريترية يتم في علم علم الوطني الآن المعترف فيه، وعلم الثورة الإريترية كانوا يرفعون بشكل متساوي، ولم يعني يتم إلقاء هذاك العلم حتى انتهاء حرب تيغراي. يعود لك بعد أن أرحب مرة أخرى بالأستاذ أحمد عبد الله. مرحبا بك أحمد مرة أخرى. أحمد، مثل هذه الفعاليات تأتي بتكلفة مادية عالية ربما، من يقوم بتمويل احتفالات الشباب في المهجر؟ شكرا أستاذ فؤاد. نعم، المشاركة أتت من أشخاص، مساهمات فردية. المجموعة اللي أتت بالفكرة هي تبنت يمكن ما يقارب نصف القيمة بمجهودات فردية، فبعد ذلك قمنا طرحنا باب المساعدات اللي هو يكون الإنسان بيساعد على حسب المستطاع. فإذا ما في جهة معنية متبنية الأمر ضاع، والجهة سياسية كانت أو مدنية أو مرأة، فقط هم الشباب في المهجر هم من ساعدوا في 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 تفعيل هذه الاحتفالية. فالمجهودات مجهودات فردية من الشباب فقط، لكن كلهم كانوا متكاتفين
ورحبوا بالفكرة، لأن هي اليوم دي يمثل كيان الشعب الإريتري، يمثل الدولة الإريترية اللي فاتح من سبتمبر الأستسلين حاجة اسمها إريتريا في نفس الخرطة اليوم اللي بنشوفها. فلذلك بناء على هذه الأشياء يتبنوا الفكرة ودعموها بكل ما يملك. أحمد برأي أحمد عفوا أحمد عبد الله، سعيد لوجودك معي، ألتقيك في حلقات قادمة، شكرا لك. ونرحب أيضا بإبراهيم أبداير من لندن، مرحبا بك إبراهيم. وعليكم السلام الأستاذ، أهلا وسهلا بك. أهلا بك عزيزي. عزيزي، احتفالات سبتمبر هذا العام في لندن، ما هي أهم الفعاليات وكيف يعني يتم الإعداد لهذا الاحتفال؟ الاحتفالية بالفاتح من سبتمبر، عفوا زيورخ، هل أنا أسمع؟ نعم مسموع مسموع، قصدت يعني إعدادكم لاحتفالات زيورخ وليس لندن. أيوة، السنة دي الاحتفالية هتقام بإذن الله في ألمانيا، نورنبرغ ألمانيا، في يوم 9/9 من العام الجاري 2023. كما ذكر الأك والصديق أحمد عبد الله، الاحتفالية هي جديدة من نوعها. سابقا الإريتريون كانوا يحتفلون بمختلف أحزابهم وجمعياتهم، فالسنة دي أتت فكرة كل الشعب الإريتري في المهجر يحتفل بهذا اليوم كافة، وليس بتنوعاته الحزبية والسياسية أو الاجتماعية. فمن خلال هذا المبادرة قمنا ونفذنا هذه المبادرة للشارع العام، ولها قبول من الإريتريين ومنتظريننا بفارق الصبر. طيب إبراهيم، أستاذ إبراهيم، شباب لم يدرك حتى نهايات هذه الثورة، ربما حتى لم يدرك عمريا استقلال إريتريا، لماذا يحتفل بالثورة الإريترية ولا يحتفل بذكرى الاستقلال؟ هل احتفل هؤلاء الشباب باستقلال إريتريا اليوم؟ يعني ما الدافع للتمسك بالثورة والدولة موجودة؟ الدافع كالآتي، نحن نعيش في المهجر ولا نملك أي ارتباط مع الداخل، وهناك كل إريتري هذا اليوم بالنسبة للإريتريين يعنينا، وهذا اليوم خلال هذا اليوم نحن أصبحنا دولة وفرضنا واقعنا في العالم. فالشباب يحتفل بهذا اليوم لأنه هناك استهداف لهذا اليوم من قبل أجندات سياسية، سواء كان هي تنتمي لأثيوبيا ولا لجهة ما. فمن خلال هذا المفهوم الشباب مصر أن يحافظ على هذا التاريخ. إذا فقدنا هذا التاريخ فربما نفقد كل شيء، ومن خلال هذا المفهوم إحنا والشباب وكله مصر أن يحتفل بهذا اليوم ويحمي تاريخه النضالي. طيب ابقى معي إبراهيم، أعود لك بعد قليل. أستاذ إسماعيل، ربما تود إكمال ما كنا نتحدث عن الاحتفاء بالعلم، علم الثورة الإريترية، يعني كما ذكرت أنت، ويعني لماذا اليوم وليس قبل عامين؟ لماذا من يعني أنت ربما تشارك في مظاهرات لندن أكثر من 15 سنة كما أتذكر، لماذا اليوم يتم الاحتفاء بهذا العلم؟ لماذا بعد انتهاء حرب تيغراي وليس قبل انتهاء حرب تيغراي؟ الموضوع لا أظن أنه علاقة بحرب تيغراي وغيرها، لكن أنت عندما تنظم بعد المظاهرات أو أي شيء لابد من وجود الرسميات، فنحن في العالم أمام الملأ معروفون بذلك العلم الذي سواء كان في الأمم المتحدة سواء كان مع الدول. حتى الآن أنت لو بحثت عن علم إريتريا لن تجد العلم الأزرق، ولكن ستجد العلم اللي هو المزركش بالأصفر. فهذا يعني أنه لابد من وجود بعض الأشياء التي تميزنا. نحن الآن أنت إذا بحثت يعني في أو واحد أخذ صورة، لابد من معرفة هذا، نحن لا نخاطب فقط. طيب لو أخذنا هذه الصورة في المظاهرات، كنا نرى نصف ينتمي إلى يعني فئة مجتمعية محددة يحمل علم إريتريا الرسمي، ونصف كان يحمل علم الثورة. اليوم توحدت المعارضة كلها في بوتقة واحدة، من تنازل عن ماذا؟ ليس هو تنازل بقدر ما هو استدراك،
لبعض الأخطاء أو بعض المفاهيم التي كانت سائدة، فكثير من الناس ربما كان يظن أن هذا العالم ليس بالضرورة هو العالم الذي يمثلهم، أو ربما هو يعني هنالك انتماء وتاريخ معين ينتمون إليه، فليس هو توحد بمفهوم التوحد، بل هو إدراك. هناك كان من يصر على حمل العلم الرسمي، علم الجبهة الشعبية كما يسمى، اليوم أسقط هذا العلم يعني، وأنت تصر أن ليس هناك ربط بينه وبين حرب تجراي، نتائج حرب تجراي. هو كما قلت لك هو محاولة تصحيح المسار، تصحيح المسار لابد من أنه مراجعة، فكثيرين كما أدركوا أن بعد مراجعة أدركوا أن هذه المفاصلة لا يمكن أن تتم إلا بتبني الخط الوطني، ومن ضمن معالم الخط الوطني والعلم الإريتري. طيب هذا ما حدث، ليس هنالك. طيب. لماذا تحتفل هذه المجاميع بالعلم الثورة الإريترية ولا تحتفل بمفجر الثورة الإريترية؟ لماذا لا نرى اليوم احتفالات الثورة الإريترية تتبناها هذه المجاميع الكبيرة، نحمد وغيرها، يعني تتبنى علم الثورة الإريترية لكن لا تعترف حتى بالثورة الإريترية؟ أين هي من احتفالات اليوم؟ ما حدث هو في السنين الفائتة، خاصة في 10 سنين أو ربما أقل من 10 سنين الفائتة، حصلت هنالك محاولات تشويه لخاصة رواد الثورة الإريترية، محاولات تزوير التاريخ، وهذه كانت مقصودة، لأنه الدولة هي مثل الإنسان، يعني تموت وتعيش، وهنالك من يرغب في أن تموت دولة إريتريا وأحلام الشعب الإريتري، وهذا التشويه رأيناه يعني من مجموعات مختلفة تتناقض تماما مع مشروع دولة إريتريا، لا تريد أن تكون هنالك دولة إريتريا، تريد هذا الشعب أن يعيش في توهان مستمر، وهذا ومن ضمن هذا لابد من التدمير الأشياء المتفق عليها، لابد من تدمير الرواد، لابد من أن تشويه سمعة هؤلاء، وهذا ربما يعني كثيرا من الشباب الذي لا يعرف كثيرا عن التاريخ الإريتري ربما لم يعايش الثورة الإريترية، كل ما عرفه أن هذا الظلم وهذا الاضطهاد، فيرى أن نتائج الثورة الإريترية كانت الدكتاتورية، فبالتالي لابد من الكفران بالثورة الإريترية. فما نريد أن نقوله الآن، نحن لا يمكنك أن تكفر بثورة إريتريا لمجرد أن هنالك دكتاتورية، فالشعوب تمر بمراحل صعبة في تاريخها، و30 عاما ليس شيئا في تاريخ الشعوب. هل يمكن أن تثق هذه المجاميع ببعضها البعض لمجرد أنها تحمل نفس الرأي؟ مثلا الثقة هي مثلا أيضا يعني تحتاج إلى عمل، ولا يمكن أن تأتي بين يوم بين عشية وضحاها في مكان ما وتجتمع وتقول نحن نثق ببعضنا البعض، وبما أنك لم تكن تعمل مع بعض لسنوات طويلة أو لم تكن هنالك عوامل الثقة، فأعتقد أنه قد لا تثق في بعض البعض، ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تعمل مع بعض. طيب. يجب أن نتوقف. طيب. واضح. اسمح لي أعود للأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم أبداير، يعني أهم الفعاليات وما تتوقعونه في هذه الفعاليات وعدد الحضور و بشكل عام الهدف النهائي لمثل هذه الاحتفالات؟ الهدف النهائي نحن طرحنا هذه الرؤية ولها قبول، نتوقع مزيد من الأخوة والأخوات يحضروا لهذا اليوم، وكلهم يناشدوا من مختلف أطياف الشعب الإريتري والسياسيين والمثقفين، فالحضور نتمنى أن يكون بشكل واسع وشكل أكبر مما كنا نحتفل به سابقا. الهدف من هذا النوعية هو نحن كشعب نعيش في المهجر، لابد أن نترابط ونربط هذا الجيل بالوطن الحبيب، فطالما نعيش في المهجر فنربط وطننا وتاريخنا ونورث للأجيال، وهذا من المفهوم، وإن كان هناك رؤية سياسية تجمع كل الشعب الإريتري فالشعب يناقشها مع سياسينه ومع إخوانه من خلال هذه اليوم التاريخية. إبراهيم، مدى استجابة المجتمع الإريتري لمثل هذه الفعاليات؟ يعني كثير من المنظمين يشتكون بأن المجتمع لا يتفاعل مع يعني بسرعة أو بعدد كافي مع ذكرى سبتمبر وغيرها من الاحتفالات التي تقوم فيها الجاليات في المهجر. ربما سابقا الاحتفالية الفاتح من سبتمبر كانوا يقومون بها أحزاب سياسية أو جهات مجتمع مدني ربما تكون جزئيا في المجتمع، فمن خلال هذا نحن طرحنا هذه الرؤية، نحن مستقلين رغم حتى لو كان عندنا أي انتماءات سياسية،
جردنا كل انتماءاتنا لهذا اليوم لنجمع شعب إريتري كافة من غير أي ارتباطات أو نفرض عليه أنت كده ولا كده. فمن خلال كده لقت قبول، يعني قالوا طالما هي مستقلة وكل إنسان يشوف فيها نفسه كمراية إريتريا، التفاعل والشارع العام يتفاعل بهذا اليوم بشكل مكثف، وحتى اللي كانوا يعارضوا لهذا اليوم أيضا ما بين معارض وما بين مؤيد لهذا اليوم. طيب نعم تفضل إبراهيم. طيب إبراهيم، يعني هل الطابع الفلكلوري والطابع الموسيقي والراقص لمثل هذه الاحتفالات يجذب الشباب عوضا عما يكون يعني كان سابقا عبارة عن سيمينارات وسياسية وخطب سياسية ربما يجدها البعض مملة؟ الشارع العام ربما، لكن كل واحد من هم من سياسيين ومن هم من يحبون الفرح بهذا اليوم، فنحن نفرح نحزن ونشتغل كل ما بعد. فهذا اليوم بالنسبة للشعب الإريتري يوم مقدس، فكل إنسان يشوف يعني ما يشوف يحضر لهذا اليوم لتلميعه، سواء كان كإنسان سياسي أو كإنسان فني فنان ولا إنسان روائي ولا كاتب، فكل واحد يدلو بدلو لهذا اليوم، ومن خلاله الإريتريين كلهم يتفقون على هذا اليوم إلا أن يكون لديه أجندات أخرى، فهذا اليوم لدى الإريتريين مقدس. شكرا لك إبراهيم عبداير، وشكرا لأحمد عبد الله، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الفعاليات بإذن الله. أستاذ إسماعيل، كنا نتحدث عن العمل الجماعي بأقسام أو قسمين كان لا يلتقيان، التقيا اليوم في علم الثورة الإريترية واختلفا في مفجر الثورة الإريترية. كيف يمكن الوثوق، أنت قلت عملية الثقة عملية متدرجة ومرحلية، كيف يمكن الوثوق بمن كان بالأمس يرى في عواتي حمد إدريس عواتي بأنه قاطع طريق وليس مفجر ثورة وقائد ثورة؟ المشكلة هي في كلام هذا من سنوات قليلة على فكرة، يعني ليس من المشكلة هي في التعاطي مع التاريخ. كما ذكرت لك أن هنالك بعض الجهات التي لا ترى في إريتريا دولة، لا تريد أن تكون إريتريا دولة، فبالتالي كثير من الشباب الذي ترى لا يهمه كثيرا مسألة التاريخ، إنما هو في حد ذاته هو يريد أن تكون هنالك دولة اسمها إريتريا يحكم فيها بالعدل. فمسألة التاريخ والتناقضات الروائية التي نراها في التاريخ، وأيضا كل أحد يريد أن يصنع تاريخ ومجد لنفسه، فلا يمكن أن يقبل المجد الآخر. فبالتالي نحن الآن الاهتمام الكثير بتفاصيل التاريخ ربما هو من الأشياء التي هدمت الثقة بيننا. طيب إسماعيل، حتى لا يتدركنا الوقت، يعني المخرج يقول الوقت انتهى، أنتم أيضا لديكم احتفال في لندن اليوم، ربما بسرعة في عجالة تحدثنا. نحن سنحتفل في لندن بالثورة الإريترية باحتفاء بمرور 62 عاما، ومنها أيضا يعني نعلن ثورتنا كجيل شبابي، ثورتنا المبنية على القيم العدالة والديمقراطية، قيم الإنسانية التي نريدها أن تكون حاضرة في المجتمع الإريتري سواء كان في داخل إريتريا أو خارج إريتريا. سيكون الاحتفال في لادبرو جروف بين 4 حتى 10 مساء هذا اليوم السبت 2 سبتمبر 2023. أتمنى لكم كل التوفيق إسماعيل، وشكرا لوجودك معي، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير، شكرا جزيلا. طيب أعزائي المشاهدين، هكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أترككم في رعاية الله وألتقيكم الأسبوع القادم.